أجواء مستقرة ومناسبة للرحلات خلال عطلة نهاية الأسبوع، تفاصيل بعد قليل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية، مرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. استمرت الأجواء المستقرة في عموم مناطق المملكة خلال ساعات نهار اليوم، درجة الحرارة كانت أقل من معدلات مثل هذا الوقت من العام في المنطقة الشمالية الشرقية والوسطى، ويتوقع خلال اليومين القادمين أن تعود درجة الحرارة وترتفع من جديد. تفاصيل أكثر نستعرضها بهذه الخرائط لتوزيع درجات الحرارة المتوقعة من يوم الخميس وحتى بداية الأسبوع القادم. يوم الخميس درجات الحرارة تبقى أقل من معدلات مثل هذا الوقت من العام، خاصة في المنطقة الشمالية، مع سيطرة لأجواء معتدلة بشكل عام في الشرق ووسط وغرب وجنوب المملكة. الأجواء تميل للحرارة على سواحل وسط وجنوب البحر الأحمر، لكن اعتبارا من يوم السبت بإذن الله لاحظوا هذه الكتلة الهوائية الدافئة التي تقترب من القارة الإفريقية وتندفع شمالا نحو منطقة بلاد الشام وشمال المملكة العربية السعودية عبر الأراضي المصرية. ستعمل هذه الكتلة الهوائية الدافئة على ارتفاعات على درجات الحرارة خلال بداية الأسبوع القادم، خاصة في المنطقة الشمالية، تصبح من جديد أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، مع استمرار لسيطرة الأجواء المستقرة في عموم المناطق. توقعات الجوية لعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، تسود أجواء صافية مع 18 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة 17، الرطوبة حوالي 50% والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. أبقى في العاصمة الرياض وتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة، يوم الجمعة 30 إلى 18 درجة مئوية، تنخفض يوم السبت لتسجل 27 إلى 15 درجة مئوية، ويوم الأحد 26 إلى 15 درجة مئوية، مع استمرار للأجواء المستقرة والمشمسة بشكل عام. توقعات الجوية لباقي المدن السعودية ليوم الجمعة، نبدأها من المنطقة الشمالية، تبوك 25 إلى 12 مع أجواء صافية، سكاكا 23 إلى 12، عرعر 21 إلى 11 مع تفرق لبعض الغيوم. المدينة المنورة 30 إلى 18، جدة 32 إلى 24، مكة المكرمة 35 إلى 23، الطائف 27 إلى 16 درجة مئوية. الباحة 22 إلى 16، أبها 24 إلى 12، وجازان فرصة لزخات من الأمطار 33 إلى 26 درجة مئوية. الدمام أجواء صافية مع 29 إلى 19، حفر الباطن 29 إلى 13، والإحساء أجواء صافية مع 31 إلى 20 درجة مئوية. المنطقة الوسطى الرياض 30 إلى 18، بريدة 28 إلى 13، وحائل 25 إلى 10 مع تفرق لبعض الغيوم. إلى هنا تنتهي نشرتنا، نهاية أسبوع سعيدة نتمنى للجميع، إلى اللقاء.